السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. معاي الاخ زهير ابو عباس. صراحه خدمات التسهيلات راقي كلش، تجيبكم من البيت الى المطار، وبعدين في الرجعه بعد نفس الخدمه. وزهير صراحه خدمنا ويستاهل كل خير، الله يوفقكم ان شاء الله ويوفق شركه التسهيلات. شكرا شيخ زهير. صراحه التسهيلات يدورون الموظفين البحرينيين للواحد يستمتع وياهم. صراحة استمتعنا بخدمتك، شكرا لك يا الحبيب. ان شاء الله عاد المسؤولين وبقايا الشركات كله يدورون البحرين في وين هالنوعيات. من قاعة رجال الاعمال اشكر زهير ابو عباس واشكر شركة تسهيلات البحرين على الخدمات اللي توفرها من البيت الى المطار ومن المطار الى البيت. شكرا يا حبيبي، الله يوفقك ان شاء الله. البحرينيين مميزين في اعمالهم. 14 جنوري 2019.